السلام عليكم. الاسم ديالي أزواغ بوبكر، الملقب بابن بطوطة السوسي. انا المحب ديال فريق حسنية تاكادير. الجمهور ديال حسنية كيعرفوا اللي كانت ديبلاصه مع فريق حسنية تاكادير بالدراجة الهوائية. طول المسافة عندي ديال طنجة، عندي مجموعة من الديبلاصمونات، ولكن غنختصر لكم واحد الديب او اطول المسافة عندي هي طنجة. مشيت من هنا حتى الايمين تانوت، وبتنا رحب بينا واحد السيد واحد عاشق ديال حسنية تاكادير، ومن تما شدينا حتى لمراكش، ومن مراكش مشينا لبن قري، وبن قري الثاني، وتلقاو الناس في سطات برشيد حتى لكازا حتى لطنجة. طنجة ما شاء الله الجمهور ديال طنجة نعمة بالجال. عندنا مقابلة حسنية ديك الساعة شوق علينا، كاين الماتش ديال حسنية والرجاء في الكاف نهار الحد في الرباط، وملي سالا داك الماتش كاين الماتش نهار الاربعاء، وكان معايا واحد الصديق ديالي، ضربنا داك الديبلاسمون طال الرباط في كاس العرج ديك الساعات، وتفرجنا في الماتش سالا. هو يقول لي علاش ما نكملو نمشيو لطنجه نتفرج في ظرف ثلاث ايام. درنا من الرباط لطنجه، درنا فيه ثلاث ايام ومشينا وصلنا طنجه ورحبوا بنا. وكنشكر جميع الجمهور، تبارك الله اكادير السواسة كاينين في المغرب كامل، من طنجه حتى للقويره الحمد لله، فيما وفينا كيرحبوا بنا. وكنشكرهم من هذا المنبر تحية خاصة جميع السواسة من طنجة تلقوا جميع السكان ديال المغرب، عربي يصلح كلشي. كنشكرهم بزاف، وديما إيمازيغ ديما حبسة. الله